جماعه تلبجنت قبله لكل هذه الجماعات فيما يخص هذا المشروع الذي نريد واراد له عامل صاحب الجلاله على الاقليم كل النجاح. جماعه تلبجنت لها ارتباط وثيق بالاعشاب الطبيه. غدا مساء هناك ندوه من تاطير العبد الضعيف، يعني شذرات من تاريخ التداوي بالاعشاب الطبيه في منطقه تلبجنت، يعني ان هناك ديما نسكرين خطوطات من تلبجنت من مؤلفيها ابناء تلبجنت في التداوي بالاعشاب. هناك اكثر من ذلك دوار يسمى دار العافيه، ماشي دار العافيه النار، دار العافيه يعني العفو، يعني يتداوون.